السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم احنا بنعمل الطرق التقليدية اللي احنا بنعملها في البيت. يعني انا دلوقتي عامل السماد دوت، سماد قشر البصل زي كده، شوية قشر بصل ماشي منقوعين في مية لمدة 3 ايام هيعملوا معاك النتيجة دي كده. ده هنسمد بيه. احنا من فترة عملنا السماد، سماد الخميرة والسكر، وسمدنا بيه زي ما حضراتكم شايفين كده البتنجان والفلفل والريحان. يعني شغل التسميد حقيقي، يعني انا بسمد حقيقي قدامكم اهو. احنا مش بنعمل فيديوهات بنطول فيها في الكلام، لا احنا بنعمل الفيديو الناتج والهادف منه ماشي زي ما حضراتكم شايفين. يعني حاجة بسيطة بنسمد بيها. ومن قيمة يومين عملنا فيديو رش المحلول بتاع الخل، رشيناه البتنجان زي ما حضراتكم. بص البتنجان ده كان فيه حمرة ماشي، بص نضيف ازاي زي ما حضراتكم شايفينه دوت. قشر البصل بنجيب شوية قشر البصل زي كده ماشي، ونحطهم في مية لمدة 3 ايام هيعملوا الافرازات الحمراء دي بنعملها تسميد، بنسمد بيها. دي كده بخصوص قشر البصل.